تواجد بكوكب زحل إضافة إلى كوكب نبتون بقى المشتري متواجد في برج العقرب. هذه هي الخارطة الفلكية لهذا اليوم. أكيد الآن نأتي إلى التوقعات العامة. التوقعات العامة بالنسبة إلى دخول الزهرة وعطارد إلى برج الحمل وماذا يعني بالنسبة لبقية الأبراج. أكيد ما راح تكون هاليوم والبارحة وباكر راح تكون متواجدة، أكيد راح تقضي لها فد وقت معين في هالبرج هذا. إذن ما هي المحاور الأساسية اللي ممكن أنه نركز عليها في هذه الفترة، لأنه هي اللي راح تكون جانب يدفعنا للنجاح وجانب آخر يدفعنا للوقاية. للوقاية يعني الأمور اللي ممكن أنه نتوقع من عدها لأجل أنه ما ندخل في أمور أو مشاكل أو فد محاور ممكن أنه إحنا نكون في غنى عنها. نجي نستعرضها مع بعض. بمن نبدي؟ ببرج الحمل. برج الحمل عزيزي، دخول كوكب عطارد ودخول كوكب الزهرة إليك ورح يمكثون تقريبا حوالي يعني قرابة 20 يوم. هذا يعني بالنسبة لك أنه أولا جسمك كطبيعة جسمانية رح تخف بالشعور بالإرهاق، عودة إلى النشاط، دورة كنقول دورة جديدة وبداية جديدة من ضغط كواكب كانت متواجدة في البيت اللي سبقك اللي أثر على نظامك الجسماني. إذن هذا يعني 1 نشاط، 2 قوة على العطاء، 3 تفاؤل، 4 التخلص من طاقة سلبية وبدء بطاقة إيجابية. إضافة إلى ذلك، هل المشاعر اللي كنتوا تشعرون بها بالتثاقل والاكتئاب بدون سبب، يمكن حتى يمكن أكو أسباب عفواً وأكو أسباب لا، إذن على هالأساس نقول أنه إن شاء الله بداية جديدة. هناك أمور على الصعيد الشخصي أحبائي تخص نفسكم، تخص قرارات راح تتخذوها، تخص فد أهداف راح تبدون تجدولوها وتحطوها لكي تحققون بها ما تريدون. الطالب راح يكون قادر على الدراسة أو استيعاب المعلومات، الموظف راح يكون مبدع، أم البيت راح تكون قادرة على أنه تخلق فد أجواء أو تكون أكثر عطاء إلها ولأولادها. فهذه الفترة تعتبر فترة بالنسبة لكم ذهبية، مدة 3 أشهر. أشد عليكم هذه فترتكم يا مواليد برج الحمل بهالسنة، هل 3 أشهر ازرعوا لكي تحصدوا. أوكي، يعني منا إلى غاية 21/6 فترة كلش إيجابية بتناقل الكواكب إلى مواقع راح تكون مفيدة لكم. فأترجاكم في هذه الفترة أنه عن جد تبذلون جهودكم في حل أمور كثيرة شخصية، تقديم على وظيفة، تعيين، أمور استشفائية، أمور تخص العالم. أكو مسائل قسم من عندكم عندهم مسائل عالقة، مثلا يكون مع ناس، مع جيران، في محاكم لا سمح الله. هذه فرصة لحل الأمور وحسمها وإن شاء الله الله الموفق. نجي الآن إلى مواليد برج الثور. مواليد برج الثور ممكن أنه وجود كوكب الزهرة وعطارد ما رح يعني يكون له ذات تأثير، إنما رح تقضي حياتك كما هي، لكن هي فترة تخطيط لفترة عمل. فهذه الفترة أتمنى أنه تبدون تقررون الأشياء اللي تريدون تسووها، أموركم اللي مثل تخططوا لها مسبقاً قبل أن يعني تنفذوها. هذه الفترة تسمى فترة تهيئة وتخطيط، فأنتوا في داخل فترة تهيئة وتخطيط. قد تمر الأيام عليكم فقط مجرد أنه يعني ما بها شيء جديد، لكن هي تهيئة لإن شاء الله دخول كواكب لكم راح يكون أيضاً لها جانب إيجابي في حياتكم. بالنسبة إلى نعم، أهلاً سارة، صباح الخير.
اهلا وسهلا حبيبتي ساره. بسم جنان، انا من مواليد 87 شهر نعم. 7/3 يوم 3 نعم. والزوج 67 نعم. وشهر 6 21 21/6 نعم. اريد التوافق وارقام الحظ والطالع مالتنا. التوافق وارقام، اوكي. سجينا ممكن اطلب منك طلب؟ وامريني عزيزتي. ما يمر علي ظالم، اريد بس رقم حضرتك. نعم. رقم التليفون مالتك. ان شاء الله خير، ان شاء الله خير عزيزتي، ان شاء الله خير، انا راح اتركه بالكنترول. ويكون ما يكون خاطرك الا طيب عزيزتي، تأمريني امر. شاكره لك ولاتصالك ساره. اكيد بالنسبه الى بقيه التوقعات وصلنا. نعم اسراء. اسراء تفضلي يا اسراء. الو، شلونك الجنان؟ اهلا وسهلا اسراء. 14/8 الصحه والمال. نعم اوكي. الصحة والمال. اوكي عزيزتي، وصل وصل. 14/2 عامة. ها اوكي. اوكي. حبيبتي حبيبتي اسراء، شكرا يوم، شكرا لاتصالك ومشاركتك وياي، نورتيني بنتي العزيزة. تحياتي لك ولاسرتك ولكل مشاهدينا الكرام. اهلا وسهلا. اكيد كنت واصلة بالتوقعات إلى مواليد برج الجوزاء. عزيزي مولود برج الجوزاء، هذه الفترة مفعمة، تريد من عندك أنه تقول لك افتح الأبواب وافتح النوافذ وانطلق. الفترة تقول أنها فترة تشجيعية لك، وخصوصا يعني مجاميع اللي كوكب، لأن أنتم كوكبكم الحاكم عطارد بالدرجة الأولى، ودخوله في موقع إيجابي جدا. من منكم بلا يعني مثل ما يقول بلا وظيفة، ممكن أنه تكون فترة إيجابية للحصول على ذلك. سفر، أكو بيها سفر، أكو بيها تعرف على ناس، ممكن ناس غربة يساعدوكم، يعني قد يكون شخص غريب وتتعرف عليه حاليا، أو شخص غريب من جنسية أخرى ممكن أنه يساعدكم. أكو أمور كثيرة راح تلعب دور في حياتكم، لكن التواصل الاجتماعي والصداقة وتغيير الأجواء وهالمسائل هذه، تلبية الدعوات، أكو مثل ما يقول فترة في حياتكم، خصوصا من يكون القمر متواجد في برجكم أو في برج صديق، هذا راح يدعم وضعكم النفسي. الإنسان في حياته محتاج إلى جانب الانفتاح النفسي والانفتاح للآخرين، انفتحوا للآخرين، لأنه هذا الانفتاح المشروع راح يكون بنتائج حلوة لكم. استقبل ليلى، تفضلي ليلى عزيزتي. السلام عليكم. عليك السلام بنتي. ممكن أشارك وياك؟ على الرحب والسعة، إلي الشرف، تفضلي بنتي. يعني مواليد 96 شهر 6/10. ممكن ترفعي لي صوتك حبيبتي ليلى؟ مواليد 96 شهر 6/10. 10/6 نعم نعم. واصلي الحديث، اسمعك بنتي. 10/6 نعم نعم. ليلى ليلى بنتي، انقطع الاتصال أكيد، لأنه ليلى كانت تتصل وهي قريبة على التلفزيون كما يبدو، فأحياناً من نكون قريبين على التلفزيون شوية الاتصال ينقطع بنتي العزيزة، فإذا كان بالإمكان تعودين الاتصال أكون ممنونة ومسرورة لسماع صوتك. أتصور بقالي شقد من الوقت؟ 10 دقائق؟ نعم. على العموم فأحاول الإجابة ومن ثم أرجع إلى المحاور الأساسية. نوصل إلى برج السرطان وننهي إلى برج السرطان ونكمل إن شاء الله
باللقاءات المقبلة عن ما هي دخول كوكب عطارد والزهرة إلى برج الحمل. عزيزي مولود برج السرطان، الكواكب تركز الضوء على مهنتك، حافظ على وظيفتك، حافظ على وضعك الاجتماعي، حافظ على مثل ما يقول الهدوء والأعصاب والروية في التعامل مع الأمور. أحياناً يكون تسليط الضوء شيء دورات، مثلاً إحنا نذهب إلى دوامنا اعتيادي، لكن أكو فترات نتابع بها عملنا بطريقة يكون أكثر جهوزية. ليش؟ لأنه يمكن تنشأ فد متغيرات ممكن تخلي الأمور تنعكس علينا. كل ما كنت منضبط، كل ما كنت قادر على الأداء، كل ما كنت في واجبك، هذا يدعوك إلى أنه راح تكون نتائج بالنسبة لك إيجابية. قد تحصل على ترقية، قد تحصل على ترفيع، قد تحصل على فد مثلا فد مميزات يكون لها مردود إيجابي جدا على حياتك. إضافة إلى ذلك حفاظك على مركزك الوظيفي، هذا من باب استفادة. هذا أكيد راح ينطيك فد قوة وفد صلابة، وإضافة إلى ذلك تركيز موقع. إذن كذلك أتمنى أنه يكون أكثر حفاظ على صحتك بالوقت الحالي. أتمنى من عندك في هذه الفترة بالأوقات اللي تكون أوفر حظاً أنه تبذل الجهود. ليش؟ لأنه رغم كون أنه الفترة شوية راح تكون ضاغطة، لكن هالضغط راح يولد يعني مثل ما يقول نتيجة إيجابية، نتيجة إيجابية، فترة صقل، وراح يكون النتيجة فد هيئة جميلة للرأي وللنفس الذات الإنسانية. أكيد وصلت لهذا الحد بالوقت اللي يكفيني، وإن شاء الله أكمل بقية الأبراج بلقائي الآخر. أبدي أرجع الأجاوب على بنتي العزيزة سارة. بنتي العزيزة سارة، أنت 3/7/21/6، هي من نفس ذات البرج، يعني الفترة تقول أنه أنتم من مواليد برج السرطان المائي، لكن كل واحد إلى عشرية، أنت الثانية هو الأولى. هنا تختلف الكواكب. عندنا أولا كوكب العشرية اللي يخص 21/6 هو الزهرة، أما كوكب الآخر فهو كوكب عطارد. هنا يبدو الاختلاف في وجهات النظر. أنت أكثر عاطفية وأكثر رومانسية وأكثر رؤية للحياة من الجانب العاطفي، أما أنت فأما الآخرين فهم أو الطرف الآخر فهو أكثر رؤية بالنسبة إلى جانب الواقعي والعلمي، وأحياناً يكون بيناتكم أكفت شيء من الاختلاف، لكن هذا ما يدعو إلى أنه أنا دائماً أدقق على الأمور، أمشي ويكون الموضوع أكثر إيجابية بالحياة، أمشيها أكثر يعني. هذا من باب. من باب آخر بالنسبة إلى التوافق، نسبة التوافق عندكم 62%، نسبة مقبولة، إضافة إلى أرقام الحظ عندك 1 و3 و5، أما بالنسبة إلى فهو 3 و9 و2. عزيزتي البرج الصاعد بالنسبة إليك هو برج العذراء، أما برج الصاعد هو برج الحمل. بالنسبة إلى إسراء، 14/8 تسأل عن الصحة والمال. عزيزتي مواليد برج الأسد، الفترة الحالية أتمنى أن تكونون من المجاميع اللي تبدون بنشاطاتكم، لأنه أكو طاقة إيجابية بالنسبة للصحة والمال، هذه الفترة جدا مناسبة. أما بالنسبة لـ 14/2 بقت إن شاء الله أكمل عن مواليد برج الدلو في يوم السبت وبقية الأبراج، لأنه وقتي انتهى. حقيقة ما أود أودعكم، لكن كل أمنياتي لكم بالخير، وأتمنى لكم جمعة مباركة. إلى اللقاء.